السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جديد نهضر لكم على بعض التوضيحات بخصوص الدفعه الثالثه من الدعم اللي كان خرج الناس ديال القطاع الغير مهيكل والناس ديال الراميد. قبل ما نبدا في الفيديو بغيت نهضر لكم على شي ناس كيدخلوا عندي القناه كيبقاو يقولوا لي انت كذاب، انت باغي يطلع، انت باغي تربح، انت باغي تشهر. اول حاجه الا دخلتي القناه ديالي هتلقى لي في طايحين، هتلقى لي زابوني عندي شي 4000 من 2017. يعني حنا كون كنا تنهضروا على تنقلبوا على العلال البوز ولا شي حاجه، راه نهضروا على هادشي اللي تيهضروا عليه بزاف الناس، ولا غير ولا تندير رياكسيون على اي فيديو، ولا تنهضر على اي حاجه. الا جبت لك انا شي معلومه راه جبتها لك من السيت ديالها ولا من الاصل ديالها. بزاف الناس كيقول لك انت كذاب، راه كاع ما كاينه الدفعه الثالثه. انا راه جبت لك غير الاخبار. واش في الاول قالوا لكم راه كاينين ثلاثه الدفعات؟ هادشي اللي قلت في الفيديوهات، ما قلت حتى حاجه من عندي انا، ما جبتش ليك انا قلت لك راه انا اللي كنخلص. ولكن بنادم كيجي بدا يسبك بحال انت اللي غادي تعطيه الدعم، راه ماشي انا كنجيب لك المعلومه. علاش بنادم فاش جينا وريناهم كيفاش يتسجلوا في تضامن وفي شكايه عاجبهم الحال، وفاش كتجي تقول ليه شي حاجه وباقا ما خرجاتش ليه ولا شي حاجه باقا ما دارتش، كيجي بدا يسب فيك. راه ما تربحوا والو، راه كاميرا هي الاخرى اللي عندي دابا تنصور بها، باقا كاع ما خلصت فيها الدرهم، وراه السيده اللي صيفطاتها لي من فرنسا هي شاهده على هادشي. يعني من ما تتعرفوش ما تبقاوش غير تجو تسبوا وتجو تدخلوا لي في حياته وفي عروقه. لا كي داير، لا ما تعرفش يهضر. اخويا ما تفرجش فيا ولا اختي ما تفرجيش فيا، ما عجبتك سيري تفرجي في روتيني اليومي، سيري تفرجي في هذوك بلا ما نسميهم شنو هما في الانستغرام، ولا هذوك كدعموهم وكتطلعوا لهم لي لايف 100000 لي زابوني مليون، هذوك تيعجبوكم. ماشي واحد اللي تيهضر في المعقول وشي حاجه تيوريها الناس، لا ما تعجبكمش هذاك، تبغوا تبداو تسبوا فيه وتدخلوا ليه في عروقه وفي حياته وما نعرفهاش كي داير الهضره. ما هذاك الشيء نتبرهيش هذا وحق الله العظيم. المهم هذا الباب هذا ما بغيش نبقى نفتحوا لي، بغى يسب هذه المره غنمسح الكومونتير ديالو ولا نبلوكيه كاع ويدبر راسه. المهم باش ما استفدتش من داك الفيديو، المشكل ماشي فيا انا، المشكل فيك انت. حيت انا لا جات واحد 10% قالت لي ما استفدتش و 90% قالت لي استفدت، يعني المشكل ماشي فيا، المشكل في دوك 10%. فين غيكون المشكل فيا؟ الا جات 90% ولا 80% قالت لي راه ما استفدتش و 20% اللي قالت لي استفدت، ديك الساعات المشكل فيا انا ما وصلتش لك الفكره. هذا بالنسبه للدفعه الثالثه. هما في البلاغ الاول فاش خرج الدعم للقطاع الغير مهيكل والراميد قالوا غيكونوا ثلاثه دفعات. بزاف الناس خداو الدفعه الاولى والدفعه الثانيه، الثالثه ما عرفتش واش غادي تخرج ولا لا. من ديك الوقيته حتى لدابا ما بقاش خرج شي بلاغ رسمي بان الدفعه الثالثه كاينه ولا ما كايناش اكزاكت. حنا داك الشيء اللي كانوا قالوا في الاول قلنا لكم، ما قلنا ما زدناش شي حاجه من عندنا غير باش نكونوا فاهمين. حيت انا ماشي انا اللي كنعطي الدعم ولا انا كنفرق الدعم، راه الفيديوهات اللي ضربوا كاع 21000 راه سميتو، راه ما مدخل ليا حتى باش نخلص انا كونيكسيون ديال الواي فاي 250 درهم الشهر. راه ضربتها كنضرب تنصور 120 درهم ولا 90 درهم الشهر من يوتيوب. يعني بنادم ما يبقاش يشوف غير الحاجه اللي ناقصه. انا بنادم يجيني يقول لي راه الفيديو ديالك راه شنو ناقص فيه، شنو ناقص فيه؟ مرحبا، ماشي تجي تعاتبني انا ولا تسبني انا ولا تدخل ليا في والديا ولا في العجب لك حد. هذا الدفعه الثالثه متعلقه بالناس ديال الدعم، هما اللي يعطوها ولا ما يعطوهاش. حنا قلنا لكم غير اشنو كان في الاول، قالوا بلي غيكونوا ثلاثه دفعات في ثلاثه اشهر. خداو الناس الاولى والثانيه والثالثه، ما عرفتش واش غادي يخرج شي بلاغ ولا لا. حيت من ديك الوقيته فاش الناس اللي ما استافدوش دخلوا، الناس اللي يديروا شكايه بقاو الناس كيديروا شكايه شكايه شكايه، مابقاش خرج شي بلاغ بان راه الدفعه الثالثه كاينه. لهذا انا ما يجيش بنادم يسبني ولا يلومني يقول لي راه انت كذاب ولا الدفعه الثالثه ما كايناش، داك الشيء ما تجيش تعاتبني انا، ماشي انا اللي كنفرق الدعم وماشي انا اللي كنعطي الدعم، انا كنعطيك المعلومه. راه فاش جيت وريت البنادم كيفاش يتسجل راه وريت كيفاش تسجل، وبزاف الناس استافدوا. تيصيفط لك بنادم كيقول لك الله يرحم الوالدين راه استافدنا، راه بسببك شفنا الفيديو ما كناش عارفين كيفاش نتسجلوا. انتم ما كتشوفوش هاد الناس، كتشوفوا غير انت كذاب انت. المهم الله يرحم لكم الوالدين. اي واحد ماشي غير انا، اي واحد في هاد المواقع التواصل الاجتماعي ما تيعجبكش ما تفرجش فيه، ما تدخلش تسبو، راه كدير الذنوب غير راسك، ما تدخلش تسبو، ما تدخلش تفرج فيه. انا اللي تيبقى فيا بنادم تلقاه داخل عند روتيني اليومي وحاضي وحده دايره الفيديو فيه 20 دقيقه تتغسل غير الماعن، تتغسل الماعن ولا تتجفف في الارض ولابسه غير نص كسوه وتدور، هذيك تعجبكم الحال. تا
تتفرجوا فيها 20 دقيقه، حنا تنديروا فيديو فيه 2 دقائق ولا دقيقه ونص، تنعطيك المعلومه تمشي في حالي. هذا كنتمنى ما تبقاوش تدعموا غير اللي جاو كتخلوا بنادم اللي تعطيكم شي. انا ما تنقولش ليك دعمني طلعني وصلني المليون، انا عطيني هاد التقار اللي باش تفرج فيه، عطيني هاد التقار. الناس اللي عارفين اش كنسوا راه تيديروا ابوني وتيبارطاجيو. والدفعه الثالثه ماشي انا اللي نعطي، انا جيت عطيتك معلومه. البلاغ الاول فاش خرج قالوا ثلاثه دفعات اللي كاينين، فاش خرج الدعم اول مره قالوا ثلاثه دفعات اللي كاينين في ثلاثه شهور. ما بغيتش نبقى نفتح هذا القوس هذا، حيت بنادم ما تيعرفكش تيجي دي سيفت لك بريفيو اللي يخسر معك الهضره وما تيعرفكش راه كتجي ناقصه. ما تبغينيش انا ما تنعرفك ما تعرفني وتجي تبدا تقول لي شي هضره ناقصه. المهم هذا ما كان، بارطاجيو الفيديو مع الناس يعرفوا هذه المعلومه ديال الدفعه الثالثه، راه باقي ما خرج حتى بلاغ رسمي انها كاينه ولا ما كايناش. هما في الاول قالوا راه غيكونوا ثلاثه دفعات، الناس خداو الاولى والثانيه، الثالثه باقي ما عرفناش واش غياخذوها الناس ولا ما غاديش ياخذوها، حيت كاينين شي بلاصه المنطقه واحد مرخوف عليهم الحجر الصحي والمنطقه جوج باقي، يعني يقدروا هذوك الناس اللي في المنطقه جوج ياخذوا اللي في المنطقه واحد ما ياخذوش على حسب الحالات. حتى يخرج شي بلاغ رسمي وراه غادي نقولوها الناس، حنا راه ماشي جايين هنا باش نبقاو نطلعوا على ظهر شي واحد، ولا راه الا بغينا نطلعوا في هذا اليوتيوب ولا هذا الشيء راه من 2012 وانا داخل هذا الشيء، والقناه هذه اللي تهضر فيها من 2017 يلا فيها 4000 ابوني، وحده كدير لكم روتيني اليومي كدوز السيمانه كتلقى عندها 100000 ولا 70000. هذوك ما كتمشوش تهضروا معاهم ولا تمشوا تسبوهم، كتمشي كتلقى الكوموندار كتلقى تبارك الله عليك وحادقه وهذه، واحد تيدير شي حاجه مزيانه ولا تيفيد الناس، لا ما مزيانش، لا باغي يطلع على الناس، لا ما تلبسش، لا ما تعيش انت، ما تشريش كاميرا بحال هو اللي شاريها ليا. راه يوتيوب راه قلت لكم وكنقسم لكم بالله، يا فلوسو يا ما تخلص ليا حتى الويفي 250 درهم 12 ميجا اللي مدخل، ولا غير الكاميرا اللي قدامي اللي صيفطات لي السيده باقي ما خلصت فيها الدرهم، ولا هذا الشيء اللي ورايا كامل. يعني بنادم ما تبقاوش تعيقوا، سيروا هضروا في شي حاجه، سيروا ناقشوا شي حاجه، حاضين بنادم اللي كيعطي الحاجه اللي مزيانه، ومخلين الناس اللي تيتفلاو عليكم تيضحكوا عليكم، هذوك تا يدخلوا الفلوس. حتى دير فيديو فيه 20 دقيقه كتحط لك 20 اعلان، وانت ولا انت كتفرجي فيه كامل وحاضينه وها وتبارك الله عليك والضحك، وهذه هذيك الساعه كيعجبكم الحال. واحد دير لكم فيديو فيه دقيقه كيطلع اعلان مره في خمسة المشاهدات تيطلع ولا سته تيطلع اعلان، اي باش تعرفوا الناس اللي ما عارفينش كيفاش كيربحوا الناس. كل 1000 اعلان تيتخلص في المغرب 25 درهم 23 درهم، كل 1000 اعلان طلع. انا الفيديو اللي لحت فيه 130 فيو ولا 140 في، ديك 140 في يكونوا طلعوا فيها واحد 20 اعلان وما كايناش. يعني وعاو شويه تتعرفوا شنو هو الدومين بعدا، اجو تبقاو تهضروا كذاب وباغي دير فلوس وهادي وهادي، تتعرف شنو هو اليوتيوب شنو هو جوجل ادسنس كيفاش كيربحوا الناس، عاد تبقاو تهضروا. راه الانستغرام عندي اللي دخلتي لي راه فيه 183 ابوني عامين هادي، باش دايروا لما 3 سنين، حيت انا ما تنديرش شي حاجه اللي ناقصه، حيت والدي تيتفرجوا فيا والمبادئ ديالي ما كتسمحش لي ندير شي حاجه اللي ناقصه. هاد ما بغيتش انا شي نهار نموت ويبقاو الفيديوهات ديالي في يوتيوب ويبقى يلعن فيا بنادم، راه فيا ما ندير شي حوايج اللي غا يطلعوك ونبدا نكذب على بنادم ونتفلى على بنادم ونهضر في هذا ونضحك على هذا، ولكن حنا ما كنديروش داك الشيء، حنا تنجيو نعطيو لبنادم شي حاجه اللي زوينه وتنمشيو في حالنا. انا تيفرحني بنادم فاش تيصيفط ليا كيقول لي راني استفدت، شفت الفيديو استفدت ولا سجلت الناس انا واستفدت، هادشي ما تنمنوش على بنادم حيت درتو بيني وبين الله. لهذا كنتمنى من الناس اللي داخلين عندي وما كان عجبكمش ولا ما دخلش لكم خاطركم ولا هادشي اللي كندير ما تيعجبكمش، ديزابون اخويا وما تبقاش تسبني ما بقى والو، سير تفرج في داكشي اللي كيعجبك، لا انا لا غيري، ما تسب حتى واحد، واش ما عجباتكش هادي سير تفرج في هادي، عطى الله لي شي عطى الله لي كونتوني كل واحد واش كيدير، سير داكشي اللي كيعجبك، هادشي اللي كنتمناو تهلاو في راسكم.